انا فقدت ابني وكنتي عرسان جداد، عرفت كيف؟ كنا قاعدين بهذيك البنايه، هاي البنايه اللي بجنبه، وفقدنا الجيران كلها، كل شيء بعرفه لقيته مستشهد. طبعا اول شيء رحت اسعف ابني، لما لقيت ابني وزوجته ميتين ورا بعضهم، اسعفوا لي هون العالم وانا صرت اسعف مع العالم كله. العمر لك كله مستشهد، اطفال منظر بشل الرجلين، العالم ميته من هون، عالم بهالطريقه هذا رايحه، في هون زوجه هي وزوجها واولادها كلهم صغار، كلهم ميتين ورا بعضهم، ما في واحد يعني في روح، كله ناخده على الدفن، ناخده على الدفن، ما في منظر مخيف. انا شو بدي لك هون يعني انهيار، بتنهار الزلمه بتنهار. وهون شو بدي لك؟ اخ والله العظيم ما بتروح من بالي هالقصه، ما شفت هيك شوفها يعني، هون البنايات هي كلها العالم ميته، ما في كل نص ساعه نخلع باب، نخلع باب هذا يتذكر هاد، لك شفت فلان والله ما شفته، نرقد على بيته ندق ندق ما في، نخلع الباب لقيهم ميتين كلهم جوا. كل خمس دقائق اسعافات، كل دقيقه ونص اسعافات، كسرنا الابواب كلها والعالم منظر مخيف. بقول لك 1000 واحد اكثر من 2000 زلمه راح دفن. شو بالرتل بتركز عم يدفنوا العالم، وين يروحوا فيها؟ طيب لما بتقعد لحالك وتتذكرك شو بتشعر؟ والله ما شو بدي اقول لك، فقدت اغلى شيء عندي. الله يعين العالم، صبر العالم، وين الامم المتحده؟ وين الدوله والدول العربيه؟ وين العالم؟ عم يشوفنا عم نموت، ولا حدا على باله، ولا حدا شايفنا، ولا حدا شايفنا. هلا امبارح كنت بمجلس الدوما انا، شيء مخيف كمان، لك والله ثاني مره بحياتي بشوف هيك خوف. لما فتنا على البنايه تتفاجئ انه البنايه من اول بيت لاخر بيت جميع سكان البنايه كلهم ميتين، ما فيهم ولا واحد ابدا، ولا حتى متصاوب او فيه اشاره للحياه، صغار وكبار. طيب ما لفت انتباهكم انه حاولوا يطلعوا او حاولوا يسعفوا حالهم، او ولا كانوا نايمين؟ شو المظاهر اللي كانت طالعه عليهم؟ هلا في بيت من البيوت اللي فتنا عليها هو كان بيت اخته يعني، فلما فتنا يعني كان الاب طالع من الباب، لما فتنا على البنايه لقينا الاب على الدرج، متسطح على الدرج يعني، وحامل بنته الصغيره، عمرها تقريبا 5 أو 6 شهور. كانت الام لسه ضمن البيت، مو طالعه من البيت. لما فتنا على بيت اهله كان يعني كانت امه بالمطبخ حامله مثل ابريق مي او شيء، لما وقعاني يعني في مي بالارض. ابوه كان بغرفه النوم، اخوه كان نايم، يعني كان منظر بصراحه يعني كثير مفاجئ، انه يعني انه كيماوي، بس ما عندنا فكره نحن انه ممكن الكيماوي يعمل هيك شيء، انه ممكن سلاح بس ما جربناه. فلما فتنا وشفنا هالمنظر هاد يعني كان في صدمه كثير عاليه، يعني لدرجه انه تخيل انه ام رفيقي اللي بيوم من الايام كنت فوت لعندها تشربني شاي او اتغدى عندها او كذا، اجي انا احملها انزلها ميته، انا متوقع جاي طالعه عايشه وملاقيها ميته باواعي نومها، او يعني بوضعها العادي بتفوت انه عم بستنى لاقيها عايشه وملاقيها ميته، يعني البنايه كلها وكلهم يعني معارفي، ويعني اهل رفيقي ومثل اهلي ومعارفي كلهم. فتتفاجئ انه تشوف تلاقي الجميع اموات وما ضل منهم غير رفيقي، يعني من العائله كلها، من عائلته ما ضل، من العائله اللي هون ضمن البلد ما ضل غير هو. اشخاص بالارض ما نعرفان انه كيماوي، حملنا اول شخص حطيناه بالسياره، لفيت على المدخل الجنب الثاني ما في غير بالمدخل في عالم كانت، قربنا حملنا هون شيء بحدود 4-5 جصاص، وصلتهم على المشفى، رديت رجعت كمان من المدخل ذاته واخذت شيء 3 جصاص ل4 جصاص كمان وصلتهم، ورجعت النقله الثالثه كمان فت على المدخل الثاني كمان طالعت شيء جستين ثلاثه، بس اما مشيت فوق الجصاص هنيك كان اكثر من 150 جثه اللي بالمشفى كلياتهم مصابين، اطفال كبار صغار يعني من جميع الاعمار. كانوا هون مشغلين غطاسه بالمشفى ما عم يلحقوا وعم يرشوا عليهم مي، يعني داخل المشفى وخارج المشفى كلياتها جصاص، وعم يطلع من تمهم زبد ابيض، يعني كلياته كان طالع من تمه زبد ابيض، وشيء هيك عند عيونه هون صار ازرق مثل النيلي، وحتى في منهم الاعراض عنده صارت مثل عينه نبقت لبرا، دفشت لبرا. طيب في شيء مشهد مؤثر بقي بذاكرتك من هذيك الاحداث؟ اني مشيت فوق الجصاص، اطفال نساء رجال شيوخ. طيب بوقتها شو كان شعورك؟ يعني موضوع انه شخص هيك فجاه بيلاقي اطفال عم يفشخ من فوقهم او يمشي من فوقهم، يعني هيك شو الشعور اللي روادك؟ بشو حسيت؟ حسيت بكارثه انسانيه فظيعه ما مرقت على التاريخ،